يعني الحقيقة أنا بدي أدخل على الموضوع من زاوية أخرى. في أول الثورات أو ثورات الربيع العربي والثورة السورية كان في انبعاث للعثمانية الجديدة لدى الحكومة التركية، وكان رغبتها بأن تأتي هذه الثورات بالإسلام السياسي على رأس هذه الدول التي قامت بها الثورات. لكن مع تبخر الحلم التركي والأخطاء الكارثية التي ارتكبها الإخوان المسلمين أصبح هذا الحلم غير واقعي ولا يمكن تحقيقه، وخاصة بعد حادثة الطائرة الروسية والدخول الإيراني على الخط. ف يعني شعر الأتراك أنهم لا يمكن أن يفوزوا بالكعك السوري لوحدهم، هناك مشاريع. مع الأسف العرب ما عندهم مشروع ولا السوريين قدموا مشروع، يعني هناك المشروع الإسرائيلي، المشروع التركي، المشروع الإيراني، بالإضافة إلى التدخلات الدولية والمشروع الروسي الذي أتى الروس بكل قوة إلى هنا، إلى سوريا. فإذا لابد كان هذه الدول الثلاثة لا تستطيع، هذه المشاريع الثلاثة، الدول الثلاثة التي دخلت بالإضافة إلى إسرائيل يعني من خلف الشاشة، لا يمكن لأي دولة أن تنفرد بالكعك السوري. فجاء مسار أستانا على هذه الأساس، على اقتسام الكعك السوري. لم يكن لدى السوريين مشروع بالأساس لأن يطرحوا، كل دولة إجت بمشاريع، فلذلك ارتهن السوريين لمموليهم أو لداعميهم، ومن المعارضة السورية التي ارتهنت لتركيا. فإذا الدول الثلاثة تعمل على اقتسام المصالح بغض النظر عن مصلحة السوريين، اقتسام المصالح والنفوذ. لذلك رأوا الآن فعلا من مصلحتهم أن والسوريين نفسهم سيد بسام، اليوم هناك احتجاجات شعبية غاضبة في المناطق المحتلة، يعني السوريين نفسهم هذا الذي نقول هم غاضبين من فتح المعابر والتقارب التركي السوري. نعم، هذا الشعب السوري، هذا السوريين الغاضبون، لكن من استلم دفة القرار السوري الذي سلم قراره لتركيا، وكل المعارضة السورية سلمت قرارها للخارج لأنه لعدم وجود مشروع وطني سوري واضح تماما يخاطب الدول أن نحن سوريون. صحيح، هؤلاء من رهنوا قرارهم لأنقرة سيد بسام، يعني من سموا أنفسهم بالمعارضة السورية ورهنوا قرارهم للنظام التركي، هؤلاء ما مصيرهم بعد عملية التطبيع إن تمت بالفعل؟ يعني كل الدلالات تشير، حتى فتح المعابر هناك، يعني تشير بأنه هناك ربما عملية تطبيع قادمة في الطريق هي، فإذا ما مصير هؤلاء؟ هلا مصير هؤلاء فيما إذا جرى قائم المعارضة السورية الائتلاف وتوابعه أو في شمال غرب، فإذا كان القرار تركيا يعني مشروعية وجود وقوة هي تعتمد على تركيا، فإذا تم مصالحة هم خرجوا من الحلبة، خرجوا من الساحة. فلذلك الآن هو الشعب الذي سيواجه هذه يعني الاعتداءات الحقيقة على يعني على مستقبله، على أرضه، تعويم النظام الذي يعني ارتكب الجرائم الكبيرة بحق هذا الشعب الذي دفع غاليا من أجل أن يبني سوريا تكون لكل مواطنيها. إذا المسألة الآن هي كيف نحن السوريون نقدم برنامج، إن نحن سوريين وعندنا برنامج وقادرين أنه يعني نؤسس لدولة. لكن مع الأسف لا يوجد في سوريا كقوة في دفة القرار، باستثناء إن كان يعني في الشمال شرق شمال غرب الفصائل المختلفة إلى آخره، لا يملكون مشروعا سوريا عموميا. فإذا المطلوب الآن هو فعلا يعني أن يعي السوريين ذلك ويؤسسوا البديل الوطني الذي يؤسس فعلا لحالة سورية، يمكن يعني لهذه الحالة السورية التي يمكن أن تؤسس جديدا على مفاهيم الوطنية السورية، يعني أن يكون لهم حيز في القرار وفي مستقبل سوريا. والمسألة الحقيقة مش وردية، يعني بعد 13 سنة من هذا التهديم الذي حدث في سوريا، فمسألة البناء هي معقدة وتحتاج لنفس طويل وتحتاج لإرادة، ويجب أن تكون هذه الإرادة الآن يعني يجب أن تكون متوفرة
لأنه بعد أن اكتشف السوريون جميعا أنه يعني لا أحد يعني يضع مصالح السوريين في الواجهة ويعمل من أجلها، الدول تعمل والعجيب من أجل نعم والعجيب مصالح. سيد بسام يعني في هذا المشهد أنه النظام التركي لطالما كان يستغل هؤلاء المرتزقة السوريين التابعين له في المناطق المحتلة ويرسلهم إلى ليبيا والصومال والنيجر، الآن هو يعني يستخدم هؤلاء لمحاربة إخوانهم السوريون في يعني على الأرض السورية. يعني مؤخرا استخبارات النظام التركي في المناطق المحتلة شكل كتائب سماها بكتائب الموت، هذه فقط يعني مهمتها أن تقمع السوريين المعارضين لعملية التطبيع بين النظام التركي والحكومة السورية وأيضا المعارضين لفتح المعابر. يعني هذا المشهد أيضا كيف يمكن أن تقرأه سيد بسام من وجهة نظرك؟ سيدي، أنا أقرأ ما يحدث هو حالة تراكمية لدخول السوريين لبوابات الغلط للمتاهات من الأول. نحن السوريين لن ننطلق كسوريين حينما قامت الثورة، لن نؤسس مشروع وطني، لن نؤسس لتفاهمات سورية قادرة على أن تجسد آمال السوريين وتكون مؤسسة لبرنامج وطني ديمقراطي سوري. فإذا هذا التشتت، يعني الكل غلط والكل ذهب بمسارات مختلفة والكل لديه كان أحلام، يعني لأن يكون يعني ليفرض مشروعه بغض النظر عن السورية. إذا المطلوب من السوريين جميعا الآن الصحوة، لا يمكن إنقاذ سوريا إلا عودة السوريين بناء تفاهمات على أساس وحدة السوريين، على أساس مستقبل السوريين، كيف نحن السوريون يمكن أن نعيش، يعني نؤسس لحياة مشتركة بيننا جميعا، وهذا المطلوب. أشكرك جزيل الشكر السيد بسام العيسمي محامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، كنت معنا مباشرة من فيينا.